السلام عليكم معكم علي اهلا وسهلا بكم بدرس جديد نتكلم في هذا الفيديو نتابع حديثنا عن present continuous present progressive اذا المضارع المستمر او الحاضر المستمر تكلمنا في الفيديو الاول او الجزء الاول عن شكل الفعل وايضا استخدام الفعل اللي يحب يرجع للجزء الاول انصح او المتابع ان يذهب للجزء الاول لي يتعرف بمعلومات كثيره هناك بحيث انه يسهل عليه استخدام المضارع المستمر بشكل سهل جدا ان شاء الله. كما قلنا سابقا كل زمن يجب ان نعرف عنه سبع اشياء. فورم الشكل يوز الاستخدام تكلمنا فيه في الجزء الاول. اليوم ان شاء الله راح نتكلم عن جنرال رولز قواعد عامه تخص الزمن المضارع المستمر، ايضا question كيف اشكل سؤال؟ ايضا كيف اجاوب؟ شورت انسر اجابه قصيره. ايضا عندنا نيجاتيف كيف انفي حدوث الفعل واخيرا نتكلم عن ادفيربس الظروف او الدلائل الزمانيه اللي تاتي مع المضارع المستمر خليك معنا وان شاء الله يكون عندنا معلومات كثيره وقيمه نبدا ب جنرال رولز قواعد عامه تخص الزمن هذا رولز فور ذا spinning اوف اي ان جي فورم يعني قواعد فور لي او لاجل spinning تهجئه اوف اي ان جي فورم شكل اي ان جي يعني عندما اضيف اي ان جي في عندنا تغييرات تحدث على الفعل قبل إضافة الـ ing أول تغيير عندما ينتهي الفعل بـ e تحذف الـ e ونضيف ing لاحظ الفعل رايت منتهي بـ e smile أيضًا منتهي بـ e كم أيضًا منتهي بـ e عند إضافة ing لا نكتب رايت في عندنا e ونضيف مباشرة ing هذا خطا لاحظ اي هذا التعبير خطا ماذا نفعل نحذف الاي ونضيف اي ان جي رايت حذفنا الاي مباشره نضيف اي ان لاحظ هنا لا يوجد إيه. عندنا اي عند اضافه الان جي تحذف الاي سمايل نفس الكلام لا نكتب سمايل سمايلينج بعد الاي مباشره نضيف اي جي هذا خطا نحذف الاي سمايل سمايلينج حذفنا الاي اللي هذه تسقط نسقطها ونحذفها عندنا كم نفس الكلام نحذف الاي ونضيف ان جي اذا اول قاعده لازم نعرفها عندما تكون الكلمه منتهيه او الفعل منتهي ب اي نحذف الاي ونضيف ان جي القاعده الثانيه التي يجب أن أجري بعض التغيير على الفعل قبل إضافة إلى ing when the verb ends with one vowel plus one consonant we double the final consonant يعني عندما ينتهي الفعل بحرف ساكن وحيد مسبوق بحرف صوتي نضاعف الحرف الساكن الأخير إذا لاحظ one vowel حرف صوتي واحد one consonant حرف ساكن واحد مثل عندنا put لاحظ حرف ساكن تي مسبوق بحرف فاول يو. رن ايضا حرف كونسلنت ساكن مسبوق بحرف فاول صوتي واحد. عندنا ست ايضا حرف ساكن مسبوق بحرف صوتي واحد. عندئذ نضاعف الحرف الساكن الاخير، ممكن شخص يسال ما هي الحرف الصوتيه؟ كما نعرف باللغه الانجليزيه عندنا 26 لتر 26 حرف. تنقسم إلى 5 21. 5 فول لترز أحرف صوتية وعندنا 21 لترز كونسوننت. أحرف ساكنة. الأحرف الصوتية كما قلنا 5 لترز 5 أحرف أحيانا بيكون ستة يعتبر حرف الواي أيضاً صوتي لكن نحفظها خمسة. عندنا الـ A الـ I الـ O الـ U الـ E. هذه خمس حروف صوتية. ما عداها نسميها أحرف ساكنة، أي حرف مو من ضمن المجموعة هذه نسميها consonant letters، ممكن شخص يعطينا يقول لي ما في طريقة يكون أفضل احفظهم؟ عندنا حرف الـ O فيس، عندنا حرف ال A هو الأيز، بيكون أسهل علينا، عندنا الآي I الأنف، عندنا U mouth الفم، عندنا E هو ears الأذان. إذا هاي خمس حروف صوتية. إذا كان الفعل منتهي بحرف ساكن مسبوق بأحد الحروف الصوتية عندئذ نضاعف الحرف الساكن الأخير ونضيف ing، نكتب الفعل كما هو: put double نضع حرف مضاعف ونضيف ing، putting رن أيضا نضع double n ونضيف ing، لا نكتب run بهالشكل هذا هذا خطا يجب ان نضاعف الحرف الساكن الاخير ايضا ست نضع دبل تي ونضيف اي ان جي. لماذا لانه حرف ساكن لاحظ كل الافعال مسبوقه بحرف صوتي اذا عندما يكون عندنا الفعل منتهي بحرف ساكن مسبوق بحرف صوتي قبل اضافه الاي ان جي نضاعف الحرف الساكن الاخير ونضيف ing ان اذا قلنا إذا كان الفعل منتهي بحرف ساكن قبل حرف صوتي نضاعف الحرف الساكن الأخير ما عدا انتبه ما عدا إذا كانت الكلمة منتهية بـ W لا نضاعف أو كانت منتهية بـ X. لاحظ أيضاً نو no. لاحظ حرف صوتي عندنا W ساكن لكن بالحالة هذا لا نضاعف لا نكتب بهالشكل هذا هذا خطأ ما عدا الـ W والـ X لا نضاعفهم. عندنا الفعل نو no. نوينج لاحظ لماذا؟ يكون عندنا صعوبة اللفظ عندنا fixing ايضا صعب نقول fix x ما تضبط معنا اذا لا نكتب دبل اكس هذا خطا لسهوله اللفظ مباشره منتهي باكس صح مسبوقه بحرف صوتي لكن هنا لا نضاعف حرف الاكس مباشره نضيف اي إن جي. ايضا انتبه اذا كان الفعل منتهي اي, إي. قبل اضافه الاي لا نضيف اي, إي بعد بعدها نضيف اي إن جي. هذا خطا نقلب الاي اي -E الى Y اذا نحولها الى واي ونضيف اي ان جي ايضا لسهوله اللفظ والكتابه عندنا تاي عندنا الاي اي -E احولها الى واي وضيف اي ان جي تاي عندنا لاي ايضا منتهي اي اي -E. احول الاي اي -E الى واي وضيف اي ان جي اذا أنت اذا كان اي اي -E. نحول الاي -E الى واي ونضيف إي إن جي تاي تاين لاي لاينج نتعلم هاو تو ميك كيف أشكل سؤال بالمضارع المستمر لا نحتاج لفعل مساعد كما بالمضارع البسيط والماضي البسيط بالمضارع البسيط نحتاج دو do وداز لتشكيل السؤال فقط بالمضارع البسيط دو do وداز بالماضي البسيط نستخدم ديت باقي الأزمنة لا نحتاج لفعل مساعد فقط نضع am is are في بداية الجملة إذا عندنا am is are subject الفاعل complement تكملة الجملة الverb نضاف له ing فقط نضع am is are في بداية الجملة فقط لا غير ونبقي ترتيب الجملة كما هو ونضع question mark علامة استفهام سهل جدا. إذا لاحظ he is studying very hard at the moment. اذا يدرس باجتهاد at the moment في هذه اللحظة. لاحظ is studying فقط نضع is في بداية الجملة ونبقى على ترتيب الجملة كما هو فقط أول الفاعل والفعل الكون نضع is is capital ال i capital letter لازم نبدا الجملة باللغه الانجليزيه بحرف كبير he نرجع ال h small letter لانه لم يعد في بدايه الجمله is he ونكمل الجمله تماما كما هي بدون اي تغيير is he studying very hard at the moment question mark ونترجم أم إذا في بداية الجملة بهل Is he studying هل يدرس بجد at the moment في هذه اللحظة نضع أم إذا في بداية الجملة وننهي الجملة بعلامة استفهام فقط لا غير They are driving to work إذا يقودون إلى العمل لاحظ are فقط نضعها في بداية الجملة ونبقي الجملة كما هي وننهي question مارك علامة استفهام تصبح are they driving to work؟ question mark أحدثنا شيئين فقط وضعنا R في بداية الجملة ونهينا بعلامة استفهام فقط لا غير الخطوة الأولى ستيب 1 عندنا ستيب 2 ونترجم am as R بهل دائما وأبدا في بداية الجملة is he studying very hard at the moment؟ هل يدرسون بجد؟ are they driving to work? You are listening to music. نضع R في بداية الجملة، تشكل السؤال، تصبح are you listening to music؟ question mark. هل يستمعون للموسيقى؟ it is playing with the ball. إذاً إنها تلعب بالكرة. it لغير العاقل ما عاد الإنسان يستخدم it. with نترجمها ب او مع هنا نستخدم نقول مع الكره بالكره فقط نضع is في بدايه الجمله تصبح is it playing with the ball question mark is it playing with the ball هل تلعب بالكره ايضا ننتقل short answer اجابه قصيره كيف اجاوب على السؤال is he reading a story now هل دائما قلنا نترجم آم is are في بداية الجملة هل is he reading a story now هل يقرأ قصة الآن دائما وأبدا كما قلنا سابقا الفعل المساعد الذي يسأل به أجيب به دائما سألني بدو أجاوب do does does did did have have is راح أجاوب is ما ينفع أجاوب is he أقول yes he does yes he did لا لا بدون أي تردد الفعل اللي أسمعه سألني به أجاوب به الفعل اللي نشوفه بداية الجملة في السؤال أجاوب به مباشرة إذا نضع يس يعني راح تكون الإجابة يا إما تكون yes أو نو نضع كما فاصلة نقطة فقط نقلب بيناتهم إز هي تصبح هي is نو هي is not بهذا الشكل فقط لا غير أو نختصرها إزنت يعني ما جاوب يس هي داز يس هي هاز وصير محتار و لا لا, لا ابدا اسمع از اجاوب از ار ذي watching ذا هل يشاهدون المباراه لاحظ ار ذي ايضا كما قلنا جواب يس yes. او راح يكون عندنا نو no. ابدل بيناتهم يس yes. لاحظ ذي are نو ذي ارنت أو are not بهالشكل هذا إذا فقط أجاوب بفعل الكون مباشرة كما قلنا لا أجاوب يس yes, they have يس yes, they do يس yes, they did واصير محتار أبدا دائما الفعل المساعد يكون بداية الجملة سمعته أجاوب به كما هو نتكلم عن how to make negative he is having his lunch we are playing basketball نريد أن ننفي وقوع حدث معين he's having الفعل كما قلنا is having ثلاث أجزاء لتشكيل النفي فقط أضع not بعد فعل الكون إذا نضع not بعد فعل الكون am not is not are not لنفي جملة ننفي الفعل بالتالي ننفي حدوث الفعل he is having his lunch يتناول هنا have معنى يملك لكن بهذه الجملة معناه يتناول غداءه he is having his lunch فقط نضع بعد is not he is not having his lunch فقط لا غير تصبح ترجمة I'm not is not are not be لا وين ما نشوفها he's not having هو لا يتناول غدائه، لاحظ الفعل have نحن نعرف have موجوده اي e. كما قلنا قبل اضافه الاي ان جي نحذف الاي -E ونضيف ing he's not having his lunch. We are playing basketball اذا نحن نلعب كره السله ايضا الفعل are playing فقط بعد ام از ار نضع not تصبح we are not playing باسكت بول يعني نحن لا نلعب كرة السلة لنفي الجملة بالمضارع المستمر فقط نضع not بعد أم is آر ننتبه ممكن اختصر not not تختصر نحذف الأو نضع أبوستروف تي بهالشكل هذا مع ام از ار كيف اختصرها؟ أمنت احذف الاي تصبح بالشكل هذا ونكتب نات لاحظ لا نستطيع ان نكتب امنت بهالشكل هذا اذا خطا بس اختصر فعل الكون واضيف نات بشكل كامل اذا هذا تعبير خاطئ بالنسبه للاز وار ممكن احذف الاثنين يعني از نت ممكن احذف الاي يعني از اختصرها واكتب نات بشكل كامل او العكس اخلي از شكل كامل او نختصر not تصبح is not isn't are not نفس الكلام ال -A. اختصرها احذف ال a وضع ابوستروف ار اي -E. وخلي not كما هي are not بالنسبه ل -R بخليها بشكل فل كامل واختصر not تصبح aren't اذا لاحظ am الى حاله واحده I'm not لكن بالنسبه ل is not في عندنا حالتين اختصر is is not isn't او are not aren't اخر فقره adverbs الظروف عندنا الظروف او الدلائل الزمانية تدل على هذا الزمن عندنا now الان بما انه مضارع مستمر يحدث في لحظة التكلم لازم يكون الضمير ايضا في لحظة يدل على شيء يحدث في لحظة التكلم now الان at the moment في هذه اللحظة at present في الحاضر او في الوقت الحالي ممكن يكون الظرف هذا في بداية الجملة أو نضعه في نهاية الجملة. الاثنين صحيحة. We're having a meeting at the moment. لدينا اجتماع في هذه اللحظة أو نعقد اجتماع في هذه اللحظة. لاحظ have a meet. معناته يعقد اجتماع. where أو نجتمع هنا يعني لنوي. We're having a meeting at the moment. إذا نعقد اجتماع في هذه اللحظة. لاحظ at the moment وضعناها في نهاية الجملة. ممكن أضعها at the moment نضع كما فاصلة لازم أضع فاصلة we are having a meeting at the moment إذا في بداية الجملة أو يكون وين في نهايتها at the moment في هذه اللحظة لاحظ وضعنا فاصلة they are looking for the key يبحثون عن لاحظ الفعل are looking for يبحثون عن المفتاح اللحظة الفعل احنا نعرف look يبحث look look for معناته يبحث عن ضفنا ing looking for at the moment they are looking for the key في هذا اللحظة يبحثون عن المفتاح الظروف الزمانية now at the moment at present ممكن تأتي في بداية الجملة لازم أضع بعدها فاصلة أو في نهاية الجملة انتبه هنا في بداية الجملة هذه وهنا عدنا في نهاية الجملة إذا بس عبارة ننتبه هنا في نهاية الجملة أتى في نهاية الجملة وهنا في بداية الجملة بهذا الشكل انهينا درسنا لهذا اليوم تكلمنا عن الفورم بشكل الفعل استخدمنا او تكلمنا عن الاستخدام يوز ايضا تكلمنا عن جنرال رولز قواعد عامه ايضا question كيف شكل سؤال short انسر اجابه قصيره negative النفي ايضا adverbs الظروف الزمانيه في هذا الزمن يكون انهينا المضارع مستمر والحديث عنه وبالتالي انهينا الجزء الثاني من المضارع المستمر بهذا الشكل انهينا درسنا لهذا اليوم اذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو وترك تعليق في نهاية الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته